اجواء اكثر من رائعه، اللهم بارك. انا كل عام كنجي نحتفل هنا بهذه الاجواء ديال راس السنه. الاعوام الفايته كان الكوفيد ما كناش كنستمتعوا كيف ما هذا العام، اللهم بارك. الحمد لله فات الكونفيرمو وكنشوف الاجواء رائعه، اللهم بارك. والناس توافدات من جميع دول العالم وخصوصا المغرب، من جميع المدن المغربيه. يعني كنشوف هذا العام متميزه اكادير على الاعوام اللي فازت. الحمد لله الاسعار لا باس بها بالنسبه للفنادق ولا المأكولات ولا يعني كل كيف كل عام. ما كاينش شي بطبيعه الحال كاين اقبال كبير على مدينه اكادير، لانها كتعتبر من المدن الكبرى في الجنوب، مدينه السياحه الكبيره، خصوصا مع المشروع الجديد ديال التليفيريك. اليوم شفت واحد التظاهره والناس كثيره اللهم بارك كتشوفت تما، فكان يوم زوين الله يبارك. داخل المغرب وخارج المغرب من طنجه للقويله، مدينه اكادير تحتفلوا اليوم في بوناني، ومنطقه سياحيه ومنطقه سوسيه فيها محتفلين اليوم براس السنه، والحمد لله محتفلين كيوم عيد، الناس كلهم فرحانه والسلطه عامله الدور ديالها، ما كاين حتى ما كاين لا صداع لا حتى حاجه. كاين الاقبال بزاف، الناس فرحانين، كل شيء ما كاين لا صداع لا حتى شي حاجه، الحمد لله كل شيء فرحانين. بسم الله الرحمن الرحيم. الاجواء ديما كتكون زوينه، ودابا كاع لقينا واحد الاقبال، الناس جاو من جميع المدن المغربيه ومن الجاليه ديال برا واي بلاصه في العالم كاينه حاضره معنا هذا العام هذا في لاكورنيش ديال اكادير، والناس فرحانين، كلشي فرحان، كلشي ناشط باش تدخل العام الجديد ان شاء الله بالصحه والسلامه ويكون فيه الرزق ان شاء الله. هذا الشيء اللي كاين، ومرحبا والف مرحبا.